طقس جميل جدا في تونس مروح كيف ما نقولوا، ودرجات الحرارة معتدلة. واليوم في شارع الحبيب بورقيبة فما الوقفة الاحتجاجية الاعتيادية لجبهة الخلاص ومصلي على النبي، حضور جماهيري غفيرة جدا، تقريبا فما 15-20 شخص موجودين. ومثل العادة هنالك زعامات من حركة النهضة وجبهة الخلاص، كل مرة فما خطاب سياسي جديد، وهذه المرة يتحدثون على عزلة سياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد وغضب أوروبي منه، وأيضا على فشل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحالة إفلاس يعيشها التوانسة اليوم بعد الأخطاء الكارثية اللي عملها رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا ملخص حديث الشعيبي المستشار الأول لراشد الغنوشي الموجود في سجن المرناقية، ونرجع بكم شوية لبعض التفاصيل وبعض هذا الخطاب. فضلوا أسمع. ما ثماش إصلاح لأي قطاع من القطاعات الحيوية في البلاد دون استعادة التوازنات للمالية العمومية ولميزانية الدولة. منين الفلوس اللي باش نعملوا بها الاصلاح؟ اذا كان انت عامل عركه مع العالم الكل، اذا كان اليوم عامل عركه مع صندوق النقد، وعامل عركه مع الاوروبيين، وعامل عركه مع الامريكيين، وعامل عركه مع الخليجيين، وعامل عركه مع العالم الكل، اذا كان انت اليوم معزول في العالم، حتى واحد في العالم ما هو مستعد باش يسلف سلطه شعبويه ونظام مفلس مثل السلطة التي تحكم تونس والنظام الذي يحكم تونس. حتى واحد ما هو قادر وما هو مستعد باش يسلف مثل هذه السلطة. اليوم الأزمة السياسية في البلاد قاعد تتأزم أكثر، والوضع قاعد يتأزم أكثر في السياسي وفي الحقوقي وفي الاقتصادي وفي الاجتماعي، حتى أن أصبح رئيس الدولة يبشرنا بقانون للتطهير العنصري، قانون تطهير قائم على التمييز بين التونسيين على أساس انتمائهم وعلى أساس جهادهم وعلى أساس أشكون موافق وأشكون ماهوش موافق. 250 ألف موظف في الإدارة التونسية اليوم مهددين بالطرد، مهددين بأنه يلقاوا أنفسهم جياع بدون عمل وبدون شغل وبدون ما يكفل لهم كرامتهم. عوض أن يذهب رئيس الدولة مباشرة لما يمكن أن نعتبره إصلاحات ربما استوجبها الوضع الاقتصادي في البلاد، ربما الوضع في البلاد اليوم يستوجب إعادة النظر في الوظيفة العمومية وفي حجم الموظفين في الوظيفة العمومية، عوض أن يدخل البيوت من أبوابها، عوض أن يتفاوض مع صندوق النقد الدولي لحل حالة التمويل الخارجي. ماذا يفعل رئيس الدولة؟ يرفع شعارات شعبوية فارغة. وحدة العزمة الشعبوية، وحدة وطنية، ضد 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 العزمة الشعبوية، يرفع شعارات فارغة، شعارات شعبوية يريد التخلص بها ويريد أن يبرر بها طرد الآلاف بل عشرات الآلاف من الموظفين التوانسة. مرة أخرى دعوة للعودة للعقل، دعوة للعودة لمنطق الدولة. الدولة أمانة في أعناق من يحكم اليوم، مسؤوليته أنه يحافظ عليها، مسؤوليته أنه يحافظ على التوانسة، مسؤوليته أنه يوفر للتوانسة كل ما يستحقونه وكل ما يحتاجونه. تخلي السلطة عن مسؤولياتها تجاه شعبها
وتجاه الدولة التونسية لا يمكن إلا أن يعتبر جريمة في حق هذا الشعب وجريمة في حق هذه الدولة. شكرا لكم. دستور حرية كرامة وطنية، 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 دستور حرية كرامة وطنية. تحية إلى الإعلاميين اللي ثبتوا معنا وواظبوا معنا على هالوقفة الأسبوعية تاع التضامن مع المعتقلين السياسيين، وتحية خاصة وخاصة جدا لحماة الحمام. هلموا هلموا، جيش من زمن.